مساء الخير لجميع المتابعين. نهار اليوم صارت أجواء حارة نسبيا في عموم مناطق المملكة، كانت حارة بشكل لافت في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة كنتيجة لتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا، هي في الحقيقة تؤثر على العديد من الدول، تأثر على مصر عموم شرق البحر المتوسط وأيضا عموم منطقة بلاد الشام. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور تكون الأجواء غالبا صافية 20 درجة مئوية المحسوسة، أيضا 20 الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ما بين الجيد والممتاز. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد الأربعاء نبدأها بالمنطقة الشمالية، تبقى الأجواء حارة نسبيا، إربد 30 إلى 18، عجلون 29 إلى 18، جرش 32 عفوا إلى 20، والمفرق 32 إلى 19 درجة مئوية مع أتربة مثارة. الزرقاء 33 إلى 21 مع أتربة مثارة، البلقاء 30 إلى 19، نفس الحرارة في عمان، مأدبة 32 إلى 20، والبحر الميت أجواء حارة 37 إلى 27 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 31 إلى 21، الطفيلة 30 إلى 20، الشوبك 28 إلى 19، معان 31 إلى 20، والعقبة 41 إلى 30 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 36 إلى 19، الصفاوي 35 إلى 17، ورويشت 36 إلى 18 مع أتربة مثارة بشكل عام. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.